حضراتكم من جديد في رأي عام. كل يوم بنقابل أمهات نظروا حياتهم علشان ولادهم، علشان يوفروا لهم الحد الطبيعي من الرعاية والاهتمام اللي بتقدمه كل أم. لكن ماذا لو إن هذه الأم مش بس فقط يعني قدمت كل وقتها ومجهودها لابنها، هي أيضا مع جوزها قدرت تساعده لحد ما يكون أول طالب في مصر عنده توحد، أول طالب عنده توحد يلتحق بالجامعة الأمريكية بعد ما حصل على منحة لدراسة الهندسة. هذا الجزء من حلقتنا، من فقرتنا عن مروان وحيد، والدة مروان وحيد، الطالب الذكي المتفوق اللي قدر أنه يكون من أوائل الثانوية العامة السنة اللي فاتت قبل ما يلتحق بالجامعة. ورا مروان في حكاية تفاصيلها بعضها حلو وبعضها مؤلم، فيه تعب، فيه سهر، في جري بين أماكن مختلفة، وفي إحساس بالفخر وإحساس بالامتنان تجاه ما وصل إليه مروان الآن. برحب معايا في الاستوديو بالسيدة أمل طاهر والدة مروان. أهلا بحضرتك مدام أمل. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك مدام أمل. حضرتك كنت معانا بعد نتيجة الثانوية العامة وإحنا تكلمنا عن مروان. زي ما أنا قلت في المقدمة، مروان دلوقتي أصبح طالب في الجامعة الأمريكية يدرس هندسة بمنحة، وأول طالب عنده توحد يلتحق بالجامعة الأمريكية. الحمد لله. الموضوع ده أكيد وراه قصة طويلة جدا، يعني نحاول نختصرها. الحمد لله. أنا بشكر ربنا الأول وبشكر حضرتك وبشكر الكاست كله إنه افتكرتوني حتى في اليوم ده بعد مجهودي مع مروان أنا والده. فأنا الحمد لله رحلة مروان حضرتك اتكلمت فيها قبل كده، بس يا ريت نفكر الناس بيها. كانت شاقة جدا في الأول لعدم كلامه أو عدم على طول شروده، فكان صعب عليا أن أتعامل معه كتير في الأول. مع المحاولات ومع اكتشفنا الحالة، لأنه ما كناش نعرف الأول يعني إيه توحد. كان في سن الكام؟ كان عنده 2 سنين و3 شهور. ابتدينا نلاحظ ذكائه بس ما فيش كلام. أو ابتدى يقول بابا أو ماما مقطوعة ويقفل. وبعدين لقينا له حركات كتيره، يعني جري بسرعه، سريع التنطيط على طول في البيت، فكنت فاكراها شقاوه ما كنتش اخد بالي منها. مروان عنده اخوات؟ عنده اخوات. عنده ماجده ومحمد كبير، وماجده ومروان هو الصغير عندي. هو اصغر واحد. فلما اكتشفنا حالته بقى وجرينا مع خاله، ربنا يديله الصحه، خاله محمد ومراته ساعدوني، واكتشفنا الحاله دي. ابتدينا مرحلة التدوير بقى، ازاي اعالجه، ازاي اعلمه، ازاي اعرف هو فين. ابتدينا بحاجات كتير جدا وقابلتنا صعوبات كتير جدا، واقول لك في طريقنا يأسنا فترات. كان في لحظات يأس؟ يأس كتير. ان مش هيتكلم معايا، ان مش راضي يستجيب معايا. ساعات يستجيب ويجيني فجأة دروب في وقت الاقيه بينزل تاني. بيرجع لحالته تاني. فانه يسمعني او يرد عليا او يطلب حاجه ياكل او يشرب كانت صعبه، لان قعد معايا 3 سنين على الببرونه. كان رافض اي اكل، وحاولنا كتير مع الدكاتره في المستشفيات يعلمونا ازاي ناكله او يقبل الاكل مننا. فدي كانت مرحله صعبه جدا جدا. المرحله دي استمرت قد ايه؟ استمرت معايا 17 سنه. يا 17 سنه، انا لحد عمره 17 سنه وانا بجري بيه. يعني لحد دلوقتي بتابع مع ساعات مع الدكاتره. يعني لحد السنه اللي فاتت كنت بوديه للدكتور عشان قال لي هو داخل مرحله الجامعه عشان يندمج مع الناس، ما يخافش منهم، يعرف يرد عليهم او ما يهربش يعني الموقف. مع حاجه في النص بقى ما كان حد يعرفها، ان انا درست الجامعه وانا معايا مروان. يعني انا دخلت يعني الجامعه المفتوحه، انا حاصله اصلا على دبلوم تجاره وبعدين معهد فني تجاري، وجيت في الدراسة بقى حبيت أكمل البكالوريوس. فكانت مشقة كمان داخلة، يعني إيه، كانت ليها هواية رغم الظروف الصعبة. رغم الظروف الصعبة. أنا ووالده كذلك. والده خريج معهد فني تجاري وكمل. كان من 2009. فدخلنا في مرحلة دراسة معاه، يعني إحنا بنذاكر وهو بيذاكر، فكنا نموذج له إن دافع أكتر. لما يشوف بابا وماما بيذاكروا. ماما وبابا بيذاكروا وبيذاكروا في أوقات صعبة، يعني ممكن تلاقينا صاحي بالليل خلاص مروان بتعمل إيه يا ماما؟ بذاكر. فكان يقعد يبص لي، ما كانش يتكلم بس يبص لي. فمن هنا حسيت إن في دفعة حلوة جواه، وابتدى مدرسين يشكروني كتير ويقولوا لي ما تخافيش عليه. فكانت أقول لك دي نقطة حاسة إنها تحول كبيرة لمروان. جميل جدا. طب ايه اكتر فترات يعني مرت عليكي صعبه في البيت بقى؟ يعني
عدم هدوءه في البيت وعدم اكله كانت اصعب نقطتين عندي. وانت ما تعرفيش انه هل هو جعان ولا شبعان؟ لا كان بيعذبني كان بيعذبني ان اعرف ان هو جعان ولا لا. ولو ياكل كنت اللي خلاه قعد الكمبيوتر. ابتديت ادور على اي حيله تخليه ياكل وهو بيلعب، لقيته استجاب معايا للاكل لو هو بيلعب كمبيوتر. فخلاص العب يا مروان وادي لك الاكل جنب منه. هو منظومه خطا يقول لك ان انت بتعودي كذا، بس دي لقيت الوسيله، كنت بدور على اي وسيله يستجيب معايا للاكل. علاقته باخواته كانت عامله ازاي؟ حلوه كويسه معاه وهم مراعينه كويس، بس هو انطوائي وعدم كلامه كتير. اخواته كانوا متفاهمين حالته؟ الحمد لله، وكان بيحاولوا يلعبوا كتير ويحاولوا يتعاملوا معايا ويشدوا ليهم كتير. الكبير فيهم اخ الكبير محمد كان دايما ياخده معاه بره، بيقابله مع اصحابه، بيلعبوا بلاي ستيشن كتير، يحاول يندمج معاه. فكان يندمج مع الكبير، يخاف من الاطفال الصغيره. ما يحبش يلعب مع اقل منه. الكبير يقول لك زي ما يكون فاهمني، حاسس بيا. فكان بيستجيب كتير مع امتى حسيتي انه يعني مروان مش يعني طفل يعني بيعاني من التوحد وخلاص بقى، لا ده مروان ذكي وشاطر ويقدر يحقق نتائج حلوه؟ لما كنا بنلعبه بالارقام او بالاسماء الحروف على ماكتات عشان يكتب اسمه، فلقينا بيفهمها بس مش عايز ينطقها، كان صعب عليه. فلقيناه هو بيرص بايده، عنده التأثر البصري كويس، فيرص الحاجه بايده بس ما ينطقهاش. فانا حسيت انه بيفهمني وماشي معايا كويس. فوالده قعدنا سنه عشان نعلمه ينطق اسمه، سنه. فكانت صعبه، كان بيجي لي حاله احباط ساعات كتير ان الولد مش هيتكلم او مش فاهمني. فالحمد لله. طيب الحمد لله. المرحله الابتدائيه، المرحله الاعداديه، والمرحله الثانويه، انهي مرحله فيهم يعني شعرت فيها بالتعب اكتر من الثانيه؟ كان الابتدائي. الابتدائي اكتر، انا لحد رابعه ابتدائي شعرت كتير ومعانيت كتير ان يروح المدرسه لوحده او يخرج الشارع لوحده. طيب معايا مروان دلوقتي على التليفون. مروان مساء الخير. مساء النور. ازيك عامل ايه؟ الف مبروك انك انت دخلت كليه هندسه في الجامعه الامريكيه، برافو عليك يا مروان، الف مبروك. الله يكفيك. اخبار الدراسه ايه ولا لسه يعني ما دخلناش في الحاجات الصعبه؟ الحمد لله دراسه كويسه، لسه عدي صعوبات. ما احنا كلنا عندنا صعوبات في الاول كده، بس ان شاء الله انت شاطر ومتفوق وان شاء الله هتحقق النتائج اللي انت عايزها قبل ما تكون يعني الاسره عايزاها. قول لي يا مروان انت اخترت الهندسه ليه؟ عشان الرياضيات والفيزياء. بتحب الرياضيات والفيزياء؟ انا ما كنتش بحب المادتين دول والله يا مروان، بس انت شاطر برافو عليك. طيب قول لي انت يعني هتتخصص ايه بقى يعني؟ وانا لسه ما حددتش، بس الشكل كده يبقى الكترونيك تقريبا. الكترونيك ان شاء الله ربنا يوفقك. وعايز تقول ايه لماما في العيد اليوم العالمي للمراه؟ عايز تقول لها ايه؟ الشكر. طيب تمام، وصلت رسالتك، رسالة الغرافية بس يعني هي وصلت. ألف شكر ليك يا مروان وبالتوفيق يا حبيبي، وإن شاء الله نتشرف بيك هنا في الاستوديو في يوم من الأيام بإذن الله. شكرا يا مروان. شكرا. دي بتعني أنا عندي حاجات كتير قوي. طبعا يعني عندي حاجات كتير قوي، وبدعي ربنا يا ربنا يوفقه، وإن شاء الله فعلا نفسي أجي تاني وتالت بيه، وابقى فخوره بيه زي ما بلدي كلها كانت فرحانه بيه بصراحه. الحمد لله. واضح ان جواه كلام كتير يعني عايز يقوله. هو مروان مستو ان الجمله عنده قصيره وبيستحي كتير. فهي بتعمل له مشكله. لا بس بسم الله ما شاء الله يعني. لا هو اتغير كتير. وبقى الاحسن، وبقى في حوار، بقى في فهم. يعني حتى لما اساله على حاجه ماما خلاص. هي كلمه ماما، ماما اخويا يعني خلاص، انت مالكيش دعوه او يعني ما تعتليش همي، ما تخافيش عليا. محمد متابعني، لان محمد لحد دلوقتي متابعه ومعاه الايميل بتاع الجامعه ليه وليه، لاي رساله لاي حاجه هو مش فاهمها بيتواصلوا مع اخوه. طيب قبل ما نروح للجامعه، يعني قلتي لي ان المرحله الابتدائيه مرحله كانت صعبه. جدا. ايه اللي ساعدك على تخطيها؟
الحمد لله مساعدة والده وحيد ساعدني كتير، بيراعيه على الأقل، حتى كان بيوديه ويجيبه. بنروح نسأل على مدرسينه، بنسأل ازاي عامل ايه، يعني من على الأقل كل أسبوع أو 10 أيام لازم حد فينا يروح يوم المدرسة يعرف. ومدرسة جنبي مني عادية يعني، مدرسة أميري، مدرسة أمير، ودي كانت توصية الأخصائيين النفسيين بتوعه. أو لا خليه في مدرسة أميري، مش عايزين لا تربية فكرية ولا مدارس خاصة، هيدلعوه وانا عايزين يندمج مع يندمج مع الاميري ويتعامل لما اخذ يقول لك اضرب وانضرب ما فيش مشكله. عايزينه يبقى جريء، ما يخافش من الناس، بس كان هو بقى حياؤه او خجله بينطوى عليه كده يعني، مأثر بس تعامل الاطفال في السن دي بيبقى تعامل، ما هم مش مدركين الحاله اللي عند مروان او اللي زي مروان. هما كان بعض الزملاء كان بيحاولوا يناقشوه او يضربوه عشان يجروا وراهم او يلعبوا، فهو كان لا، بس ما كانش في تنمر مثلا؟ لا لا، هم كان عنده مجموعه زمايله البنات كانوا حنينين عليه قوي، كان بيدافع عنه يعني الشباب لو كده. ولما رحنا وعرفنا زمايله بصراحه لا، الحمد لله المنطقه كلها كانت كويسه وما فيش تنمر عندي فيها يعني بصراحه. طب الحمد لله. هي كان الاساس عندي كان المدرسه اول اخصائيه نفسيه بتاعتهم، كانت قالت لا ما ينفعش هنا اخصائيه الاجتماعيه. لما شافت بعد سنه وفي الثانيه قالت لي انا اسفه، اعتذرت لي بعد فتره فعلا، كنت غلطانة. انا كنت غلطانة في تقديري، لاني كنت طالبة بس انه ما يندربش. انا كنت طالبة اي حاجة غير ان لو سمحته محدش يضربه. فلان الضرب ممكن يرجع له انتكاسة ورجع لنا عالجته كله. طبعا. بس هي دي، فدي كانوا معترضين عليها. في نفس الوقت كنت بتواصلي يعني انه يروح لدكاترة او على طول. كان ايام الدراسة بروح يوم في الاسبوع. في ايام الاجازة بروح يومين او ساعات ثلاثة. يعني حسب ما انا هودي فين. مثلا بعمل في ديمرداش، مستشفى ديمرداش، مركز الطفوله بعين شمس، مستشفى العباسيه الطب النفسي، مركز البحوث القومي. فكنت ماشيه معاه في كل مكان يقولوا لي في علاج كنت بجري بيه. لحد ما جت في وقت انا جالي اصابه، كنت وقعت من القطر وانا فضلت وقعت مين، ومره وقعت تاني على ايدي وانا شايلاه وايدي انكسرت. فالفتره دي كنت ريحت شويه، والده اللي شال المسؤوليه حبه، قعدت بتاع سنه ما كنتش قادره امشي معاه. فهي دي اللي كان حمل كمان، ان انا مريضه او تعبانه بحاجه وابني براعيه. وكانت عندي ننتي حماتي يعني، كانت عندي شلل نصفي، فكانت معاناه تانية على جوزي علي وعلى جوزي. عايشه معاكم؟ كانت عايشه معايا، قعدت معايا 9 سنين بعد وفاه حماية. فهي متوفيه في 2009. الله يرحمها. الله يرحمها. فهي يعني كانت معايا بقالي 20 سنه معاها. فكانت هي العشر سنين الاخرى دول عاشت معايا لوفاه والدي. كنت شايلاها وكنت شايله والده كل حاجه معانا، فكان صعب. هي اللي ربتهولي اني كنت بسيبه قدامها. انا موظفه طبعا. فكنت بسيبه معاها بالتلات اربع ساعات الاولين بتوع الشغل وارجع الحمد لله يعني. على الاقل هو قدامها. ايوه صحيح. كنت اروح اشقر عليه وانا شغلي قريب من بيتي. فكنت بطلع ساعات ارضعه، ساعات اغير له، ارجع له. هي تقول لي بس افرشي له يعني، حطيه في سريره قدامي. لان هي كان نصف الشمال كله، فكانت صعب. فهي الحمد يعني لله. لا هي كانت معاناه من حاجات كتير. طبعا. بس بسم الله ما شاء الله حضرتك بتحكي وابتسامتك الجميله على وجهك وبتفتكري الحاجات دي، شايف كده دموع في عينيكي، ولكن دموع الفرح اللي هي فخوره يعني برضا ربنا عليا. يعني انا رضا ربنا جامد جامد يعني، انا ما تخيلتش يعني، حتى لدرجه ما حضرتك اتصلت بيا امبارح انا كنت فرحانه جدا بحاجه هم لسه فاكريننا. فبقول لجوزي دي نعمه من ربنا. لا لا يعني لسه فاكرين مروان وام مروان دي. لما احنا عرفنا انه كمان يعني جات له منحه في الجامعه الامريكيه فرحنا جدا. احلى فرحه طبعا، عملت لي الاستقرار في البيت شويه. لان انا كنت حياتي كلها كانت هتتبدل. كان والده هيسافر بيه وانا طبعا مع اخواتي التانيين وكده وبيتي وشغلي، وان انا اروح لهم السويس او ارجع من السويس. فكانت طوق النجاه اللي جاني حاسه ان رضا ربنا فيه، وبشكر فيها الوزاره ان ادتني سماحات لي بالدمج في الحالات بتاعته، وادتني فرصه ان انا يجيني منحه من الحكومه من الجامعه الامريكيه. الجامعه الامريكيه. طيب احنا خلصنا المرحله الابتدائيه، المرحله الاعداديه كان شكلها عامل ازاي؟ كان فيها نوع من اللي عندي مع مروان انه زي ما تقول انا فهمت خلاص. يعني ذكائه زاد في الرياضه، زاد اكتر.
والانجليزي. فلقيت اللغه معاها كويسه وفي نفس الوقت زادت معاه جامد حكايه الرياضه، وعايز يدور على اي حاجه فيها ارقام. رياضيات. رياضيات. وعدت فتره حلوه جميله، بس كانت صعوبات، وان هو برضو عدم يعني كان خوفه من الامتحانات. هو كان بيتعامل امير جدا، ما كنتش اعرف حاجه الدمج. كان بيتعامل امتحانات اميري وكل حاجه زيه زي زمايله، وكانت بيتفوق فيها الحمد لله. يعني عدى فرحله، يعني مرحله انت عارف في شقاوه شويه في الاعدادي، هو برضو تجاوزها بزمايله. يعني 14 سنه 15 سنه، فبتبقى يعني سن شويه يعني ليها ظروفها. يعني في الاعدادي جاب نتيجه عاليه ولا عاديه؟ الحمد لله جاب 97%. 97% بس ما شاء الله. هو على طول كان متفوق في كل الابتدائي، يعني كان بيجيب ناقص درجتين، درجه ثلاثه. يعني تفوقه في الثانويه العامه ما كانش صدفه، ما كانش. لا الحمد لله. هي من ابتدائي تفوقه، هي كانت صعوبتي مع العربي، يعني نزول في الارقام دي او الرقمين ثلاثه كان في العربي. بس هو ده بعد ما دخل ثانوي يعني بداتوا انتوا برضه تفكروا هيدخل علمي ولا ادبي، هيتخصص في ايه؟ هو كان بالنسبة له شخصيا كان حاسم الموضوع ده؟ لا، مروان بالنسبة له تعليم، أعلمه أعرفه، مش هو اللي يفكر، أنت تفكر له. يعني إيه زي ما تقول هو ممري أو ذاكرة. ذاكرة. أنت استجبت في إيه؟ مروان أنت شاطر في الرياضة، طب أنت مش كويس في الحفظ. يعني حسب حالته قررت له. أو والده شاف الرؤية دي، طب إيه مروان هتذاكر كذا، كنا بنشوره. كان دراسه في الادبي فيها كذا وكذا. هتقدر يا مروان؟ لا مش عايز حفظ، مش عايز، لان في حوار كتير، او يعني هكتب جمل كتير. ايوه. فهو كان بيهرب من الحته دي. طب علمي؟ قال انا كويس بس كان مايل للرياضه اكتر. للرياضيات. طب قلنا له، طب قال لي، قلنا له طب خش علمي عشان تطلع الدكتور. قال لي دكتور ايه؟ قلت له تكشف نروح للدكتور. قال لي لا. طب الرياضه فيها ايه؟ فيها تخش هندسه. فقال لي في عايز هندسه جبر. دي لغته لاخوه، انا عايز هندسه جبر. فمن اليوم ده اخوه تابعه بقى الحكايه دي. فقال خلاص هندسه، ومن يومها قال هندسه. فبقيت اقول يا رب يا مروان اشوفك تدخل هندسه القاهره، تبقى قريب ليا واعرف اتعامل معاك، وفيها تخصصات كتير. انا مش متحيزه لجامعه معينه، بس ان انا شفت في الزقازيق يعني اقسام صغيره. في اكتر واشمل في القاهره. فده كان عشمي في ربنا اني ادخله القاهره، لحد ما جت فشلت معايا الحكايه دي على نص درجه. اخر اوائل الثانويه كان عندهم 406، مروان 405.5. يعني 406 اخر قسم رياضه اللي له حريه اختيار اي جامعه. فالنص درجه دي فرقت معايا، تعبتني. فسلمت امري لله على التنسيق، خلاص بترول السويس. بترول السويس اعمل ايه؟ فربنا انقذني بفكره الجامعه. الجامعه الامريكيه. طيب احنا معانا دلوقتي الاستاذ وحيد والد مروان. استاذ وحيد مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بيك. واحنا يعني بنسمع قصه مروان للمره الثانيه مع التطورات اللي حصلت فيها. والله احنا فرحانين اكتر منكم يمكن. الله يخليك. لانه دي رحله كفاح والله يا استاذ وحيد. وخاصة المرحلة اللي حضرتك يعني كنت قايم بالدور الرئيسي فيها دي، كانت برضو يعني نموذج انت للأب ورب الأسرة الواعي. قل لي ايه بقى شعر بايه لما مروان أصبح طالب في الجامعة الأمريكية ومنحة، وأول طالب عنده توحد يحصل على منحة من مصر؟ يعني والله أنا حاسس بالفخر والفرحة. يعني ان تعبنا ما راحش هدر طول السنين اللي فاتت دي، انا ووالدته. لان احنا شقينا انا وهي مشوار طويل صعب، فهي كان لها دور كبير مع في مشوار العلاج بتاع مروات، ما اقدرش انكره. يعني انا من هنا بشكرها شكر كبير، لانها فعلا وقفت، دي وقفة المرأة فعلا المصرية صح لولادها. إن شاء الله بإذن الله كده يعني ربنا يكرمكم في كل أولادكم وفي مروان. يعني
تقول ايه للناس اللي عندها نفس الظروف اللي كانت عند مروان يا استاذ وحيد؟ انا اقول ده ما فيش يأس. يعني مروان بالنسبه لكم اهي حاله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا من عليه بالشفاء، وان لازم الاسره تكون متماسكه مع بعضها، ما فيش فرد لوحده يقدر يقوم بالمهمه دي، لا الام لوحدها ولا الاب لوحده، الاثنين لازم يكونوا مع بعض. الاسره كلها اذا كان في اخوات لازم كل واحد بيبقى له دور. يعني انا عندي اخواته مخلي كل واحد له دور في حياته. انا لوحدي ما اقدرش، والدته لوحدها ما تقدرش، لازم اذا كانت الناس فاكره ان الحاله النفسيه للاب او الام الطفل المتوحد اللي عنده توحد مش عارف، لا هو عارف وبيحس، بيحس كويس جدا ان والده او والدته مش راغبين فيه. يعني لو حس بالاحساس ده بيرجع ينطوي على نفسه، يرجع يعيش في العالم انا بسميه عالم الظلام اللي هو عايش فيه. لكن لما يحس ان في اهتمام من الاب وفي اهتمام من الام وفي اهتمام من اخواته، لا بيخرج، بيحاول يخرج من العالم ده ويحاول يثبت لهم ان هو كويس. بدليل ان هو كان اهم حاجه كنت زرعتها فيه يا ابني علشان الناس تتقبلك في المجتمع لازم تبقى متميز. تميزك ده بالتفوق العلمي. فدي طريقه مشينا عليها ان هو لازم يكون متفوق علميا، دي اللي هتخلي الناس تحبه وتحت يعني وتحترمه. اللي احنا شفنا كتير حاجات مش كويس، معلش في الكلمه، امثله صعبه أيوة وعدم تقبل لوجوده. فعشان نغير فكر الناس ده هو يا ابني تفوقك العلمي. صحيح. وده الحمد لله اللي حصل الايام دي، كل الناس اللي كانت رافضه ورافضه وجوده دلوقتي تتمنى تقف تسلم عليه او تتصور معاه. حاجه رائعه والله. يعني فهو اشتغل على نفسه كتير الولد، يعني هو اشتغل على نفسه، وانتوا برضو يعني بصراحه واحنا معاه، يعني واحنا معاه ليكم كل يعني التحيه والتقدير يعني على اللي انتوا عملتوه. ومش سايبينه، يعني احنا مش سايبينه، يعني هو في الجامعه ومش سايبينه. ايوه لازم نهيئ له الجو المناسب، واي شيء صعبه بنحاول نيسرها له. ومعانا الجامعه برضو صدقني، يعني حتى الجامعه واقفه معانا عايزة تطلع منه حاجة كويسة إن شاء الله، تشرف نفسه وتشرف بلده وتشرف أي حد إن شاء الله. يعرفه إن شاء الله كده، يعني تفرحوا بيه وتفرحوا بكل إخواته. ويعني فعلا الرسالة دي مهمة جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ وحيد، رسالة مهمة جدا من الأستاذ وحيد لكل أسرة قد يكون عندها نفس حالة مروان. أنا قبل ما أختم مع حضرتك مدام أمل، يعني أكيد فيه أسر حضرتك عارفاها بحكم طبعا يعني ترددك على مستشفيات عندها حالات مشابهة، هل بتتواصلوا مع بعض؟ هل بتنقلي لهم خبرتك في التعامل مع حالة مروان؟ هو حاليا أكتر، لأن كتير من كل البلاد حتى بره مصر بيتصلوا علينا وبيحاولوا يدوروا على تليفون وحيد أو علينا، عملتوا إيه مع ابنكم؟ وفي حالات استجابت دلوقتي، يعني في حالات جديدة استجابت. ومروان الحمد لله على فكرة في الجامعة جاب الترم اللي فات جيد جدا برضو، بسم الله ما شاء الله الحمد لله، هو تميز كتير. والترم ده إن شاء الله برضو بإذن الله هتشوفه بإذن الله في التفوق دايما إن شاء الله. أنا يعني مش عارف أقول لك، أنا فخور جدا أنك أنت معايا، وفخور جدا باللي أنتوا عملتوه لابنكم. ويا رب كل الأسر اللي عندها نفس حالة مروان يعني ينظروا إلى هذا النموذج الجميل. أنا بحييكي وكل سنة وحضرتك بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وإن شاء الله هنتابع معاكي رحلة نجاح مروان إن شاء الله. شكرا جزيلا مدام أمل طاهر، ونموذج رائع مدام أمل طاهر في نماذج أخرى هنكمل معاها بعد الفاصل.